الخوص هذا هو ديال البارطمان الفوق ديال الفيلا. حنا شدينا لها اللاكس، النص اللي غادي يخرج من هاد الجهة يخرج من هاد الجهة على أربعة الجهات، وعلى حسب البيبان الخوص راه غادي يجي يطلع يتخدمو البيوت والباركي، وهاد الزلاج غادي يكون في الوسط هنايا، والجوان غادي يتلاقى بيناتهم هنايا في النص ديال الكادر، يعني غادي يجي داخل الزليج هنا بخمسة سنتيم، والباركي داخل بخمسة سنتيم، باش يتسد الباب ما غادي يبقى يبان لا الزليج من الداخل لا الباركي من برا. هذا هو الديبار الخوت كما تتشوف. حنا شدينا اللاكس ديالنا ديال الوسط، حنا ضاربين الكوردة على شي جوج جهات هنايا في اللاكس، هاهي هنايا وهي هنايا، باش شدي اللاكس ديالنا باش النص لي يخرج. ها التقدار خوت اللي خرجنا في البيبان هيا نخدمو بهاد الطريقة هادي، باش منين غادي تسد الباب ها ما غاديش يبقى يبان الزليج وما يبقاش يبان الباركي، جاي في سد الباب نيشان. والنص اللي خرج هنا الخوت راه هو اللي خرجناه هنايا، هانتوما كما تتشوف نفس الخدمة. هنا كاين جوج البيوت قبل جوج ديال البيوت، هانتوما الخوت والحباب. هذا راه خدمناه بالبلوس، هانتوما كما تتشوف. كما تشوفوا الاخوان تنخدم بالحبة ماشي بالملاسة، كما تشوفوا الاخوان باش الحبة تتوقف ميزان، حتى البليطة تتوقف ميزان، تنقلب عليها حتى توصل للكورديكس لا يجعل البركة. هانتوما الخوت، هذه الخدمة ديال البليطة. بالنسبة لهاد الفلاس هادو غادي نشونفريهم، يفرمش الزليج من هنا في البريو. هانتوما الخوت فاش غادي تطلق البليندا تيولي داكشي زغبة،
هانتوما يعني راه واصل الفينيسيو وما تيفرقوش. هنا القضيه ديال الشومره في البلينتا هي هذه. حبات تقسم على ثلاثة باش ما يشد لا شوت لا والو باش ما تتبقاش. حنا تنسيقو الماء سيقو ان شاء الله شي تخوى الجوانات مزيان ونديرو الماستيك ان شاء الله باذن الله. احل الصراج مصالح حل كما كما تشوفوا الاخوان باش هاد الوسخ تيحيد. شوف الزلاج كي تيبقى بحال هاد جبتيه من الكرطونه. دابا فينينا بقالنا غير الماستيك ان شاء الله. البيوت ها الشنفرة في الكوانات شون الاخوان كي دايره الشنفرة هانتوما شون فراسة تجي شي حاجة واعرة الحمام ولكن الظلام بيوت راهم كاملين تفينو ان شاء الله. هانتوما الحمام الأرضية ديالو صباح يابس كما تشوفوا الاخوان شو الزلاج كي تيصبح نقي. هانتوما ها هذا راه مسيق بالمقاطع. دابا هادو غادي نطلقو له الماستيك. هانتوما كما تشوفوا الخوت ماستيك بحال عاد مجبود الزلاج من الكرتون. هذا الحمام الخوت الزلاج بحال اللي عاد جابدو من الكرطون الخوت. نقى نقى جوينات مخروطين كلشي هو هذا كاع. هانتوما الاخوان ها داكشي صباح يا سلام.
يا سلام. من بعد الاخوان درنا الماستيك لهاد الباركي هذا، وبقات فيه الشعوبيه ديال الماستيك. انا الشعوبيه مازال حيتش، خليناها تضرب واحد 3 ايام، ولينا درنا له المقاطع خفيف وتنسيقو بيه عاوتاني، ترشوه بالشطابه ونحكوه وتنضربوه بالشطابه. هانتوما الاخوان شوفوا كيف بقى الباركي، هذا راه مخدوم ماستيكي ناضي. هذه هي الطريقه اللي تندير له. هانتوما الاخوان كما تشوفوا ها بالماستيك ديالو ها.